راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الاربعاء 17 من شهر 2 سنه 2021. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. الأمم المتحدة تعلن النزوح نحو 25,000 إلى كرينك بسبب أحداث الجنينة، والنازحون يكشفون عن تدمير 75% من محاصيلهم. الدولار يعاود الارتفاع مجددا بعد انخفاض الأسبوع الماضي، وخبراء يتوقعون ارتفاع الدولار إلى 600 جنيه بحلول شهر مايو المقبل. مجلس الوزراء يعلن معالجات عاجلة لأزمة القمح والمحروقات ومناقشات بين السودان والسعودية للتعاون الاقتصادي. تسجيل 5 وفيات و26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي عدد المصابين يرتفع إلى 28,000 حالة في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا عن نزوح 24,900 شخص من عدد من قرى ولاية غرب دارفور إلى مدينة كرينك بسبب الأحداث التي شهدتها الولاية في شهر يناير الماضي. وقالت الوكالة أن النازحين فروا من قرى المزرو ومارجانو وأبو نعيمة في محلية كرينك، وغرية مغرئ بمحلية مورني، و22 غرية حول مولي. وأوضحت الوكالة أن الفرق المشتركة بين الوكالات الأممية زارت 9 قرى خارج الجنينة لتقييم احتياجات الأشخاص المتضررين من أعمال العنف. وأوضحت أن العاملين في المجال الإنساني يقومون بوضع اللمسات الأخيرة على الخطط للاستجابة لاحتياجات الأشخاص في المواقع التي تمت زيارتها، بما في ذلك قرى البدو. وأفاد النازحون في كرينك بأن المهاجمين نهبوا المواشي وأحرقوا 9 مضخات مياه ودمروا 75% من محاصيلهم. وأوضحت الوكالة أن الاحتياجات ذات الأولوية للنازحين داخليا هي المأوى والغذاء والمساعدات غير الغذائية. توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 600 جنيه بحلول شهر مايو المقبل ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة. ورجع الخبير الاقتصادي الدكتور الصدقي كبلو في مقابلة مع راديو دبنجا انخفاض سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي لتشكيل الحكومة الجديدة وتوقعات تجار العملة حصولها على ودائع من عدد من الدول. وطالب الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الطلب على الدولار، من بينها منع استيراد السلع الكمالية التي تشكل ضغطا على الدولار. ودعا الدكتور صدقي كبلو إلى زيادة مخزون الدولة من النقد الأجنبي عبر إشراف الحكومة على الصادرات، على أن تتولى الشركات العامة عمليات التصدير، كما طالب بتحرير الثروة الحيوانية من احتكار شركات المؤسسة العسكرية. وأضاف الدكتور صدقي كبلو في هذا الخصوص: الدولار سيظل يرتفع ويرتفع ما دام هذه هي سياسة الحكومة المستمرة. أنا أتوقع بنهاية أبريل أول مايو يصل 600 جنيه، يتضاعف السعر بتاعه، إلا إذا اتخذت الحكومة الإجراءات في تخفيض الطلب على الدولار بأنه تمنع رسميا استيراد بعض السلع الكمالية التي تشكل ضغطا كبيرا على الدولار، ابتداء من العربات الخاصة حتى الكوميسرا والتفاح، كل الأشياء غير الضرورية. أيضا لابد من زيادة عرض النقد الأجنبي باستيلاء الدولة على الصادر. وفي أسواق السودان سجلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا جديدا بالأسواق بعد انخفاضها بسبب انخفاض سعر الدولار. وقال مواطنون أن أسعار السكر والزيت واللبن والعدس والأرز ارتفعت مجددا، حيث ارتفع سعر جوال السكر من 12,800 إلى 13,500. وقالوا أن كيلو العدس بلغ 500 جنيه، وزيت الفول عبوة
36 رطل إلى 13000 جنيه، أما سعر اللبن عبوة 2 كيلو وربع وصلت إلى 4000 جنيه، وسعر جوال القرص 7000 جنيه وسعر الكيلو 400 جنيه، وذلك بسبب عدم استقرار سعر الصرف. وقال أحد المواطنين في هذا الخصوص: الاسعار شايف انها مذبذبه جدا وغير مستقره بصراحه شديده في الفتره الاخيره، وزادت من معاناه كل الناس والله بمختلف فئاتهم ومختلف امكانياتهم بصوره يعني فظيعه، وحقيقه يعني المعاناه زادت بصوره زي الحاجه الفجائيه، يعني حتى المعاناه زمان كانت بتكون مدرجه بامانه والله، لكن هسه دي كانت معاناه فجائيه لا يتحمل اي انسان، لا يتحمل اي بشر. واي شيء للاسف الشديد بقى مربوط بالدولار، اي شيء في السودان بيبقى مربوط دولار، يعني اي انسان تمشي وتشتري منه حاجه يقول لك والله ده دولار كده. وفي السياق، ارتفع معدل التضخم لشهر يناير الماضي الى 304.33% مقارنه بمعدل 269.33% لشهر ديسمبر 2020، بزياده 35% نسبه لزياده اسعار الاغذيه. وكشف الجهاز المركزي للاحصاء في نشرته الشهريه عن تصاعد معدل التغيير السنوي للتضخم اسعار السلع الاستهلاكيه بكل الولايات لشهر يناير 2021، حيث سجلت اعلى تصاعد ولايه البحر الاحمر بمعدل بلغ 70.75 نقطه، وادناه ب 2.64 نقطه لولايه نهر النيل. وفي ذات السياق، عاود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ارتفاع مجددا منذ بداية الأسبوع الجاري بعد انخفاضه الكبير بعد تشكيلة الحكومة. وقال متعاملون في مجال النقد الأجنبي لراديو دبنجا أن سعر صرف الدولار ارتفع إلى أكثر من 370 جنيه يوم الثلاثاء. حذر الدكتور صدقي كابالو من أن تؤدي الضغوط الأمريكية والأوروبية على الحكومة في الجانب الاقتصادي إلى المزيد من التضييق على المواطنين وتحديد الانتقال الديمقراطي، موضح أن الضغوط يمكن أن تؤدي إلى عودة أفراد النظام السابق بتحالفات جديدة إلى السلطة وعودة الإسلام السياسي والإرهاب. وقال الدكتور صدقي كابالو لراديو دافنغا أن الحكومة تخضع لضغوط أوروبية وأمريكية لتنفيذ ما تبقى من السياسات المتفق عليها مع الصندوق، وأوضح أنها تتمثل في تحرير وتوحيد سعر الصرف ورفع الدعم عن الخبز والغاز بجانب إجراءات إضافية في مجال رفع الدعم عن الكهرباء. ودعا الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للحكومة حتى يتسنى لها عبور الفترة الانتقالية. وأضاف الدكتور صدقي كابالو لراديو تبنجا في هذا الخصوص: هؤلاء السفراء الأوروبيون والغربيون لا يعرفون أنهم بضغطهم على الحكومة يضيقوا على الناس في الفترة الانتقالية، وبالتالي يهددوا الانتقال الفترة الانتقالية كلها والانتقال للديمقراطية. ويعني قد تأتي هذه الضغوط بنتائج عكسية بعودة أفراد النظام السابق بشكل أو بآخر أو بتحالفاته، وعودة الإرهاب الذي لا يريده الأوروبيون والإسلام السياسي الذي لا يريده الأوروبيون. من جهة ثانية، طالب كابالو الحكومة بالاعتماد على الذات وحلحلة المشكلات بدون أي ضغوط، إلى جانب تحقيق جزء من أهداف المجتمع الدولي فيما يتعلق بالعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والتضخم وسعر الصرف، كما دعا لاتخاذ سياسات محددة تهتم بتغيير الخارطة الاقتصادية واستبعاد الرأسمالية الطفيلية، إلى جانب رفع إنتاجية المواد البترولية في الداخل وإشراف الحكومة على الصادرات. وأضاف الدكتور كابالو لراديو دافنغا في هذا الخصوص: من الممكن الاعتماد على الذات أن نحلحل كثير من مشاكلنا بدون الضغوط هذه، وأن نحقق جزء من أهداف المجتمع الدولي حول العجز في ميزانية وميزان التجاري وميزان المدفوعات وحول التضخم وحتى حول سعر الصرف، لو اتخذنا سياسات محددة كنا قد اقترحناها عليهم تهتم أكثر بتغيير هذه الخريطة الاقتصادية واستبعاد الرأسمالية الطفيلية ورفع إنتاجية المواد البترولية في الداخل. ومن جانب الحكومة، أعلن مجلس الوزراء عن معالجات لتوفير احتياجات البلاد من القمح والوقود والغاز
لفك الضائقة الحالية. وقال خالد عمر يوسف وزير مجلس رئاسة الوزراء في تصريحات صحفية بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، قال أن المجلس وقف على بداية إجراءات التعاقد مع بعض الشركات الموردة للقمح لاستلام 200,000 طن، والخطوات جارية مع برنامج الغذاء العالمي لاستلام 200,000 طن أخرى، إلى جانب مراجعة الاستعدادات لحصاد القمح للموسم الزراعي الشتوي لهذا العام. وأعلن الوزير كذلك مراجعات لمسألة الوقود والغاز والفيرنس. وبشأن موضوع الكهرباء، أوضح أن اللجنة الوزارية اتخذت عدد من المعالجات وتتم متابعتها عبر وزارة الطاقة من أجل فك الاختناق الحالي بأسرع فرصة ممكنة. أعلن مجلس الوزراء عن مناقشات مع الوفد السعودي الذي يزور البلاد حول التعاون الاقتصادي والسياسي المثمر بين البلدين. وقالت وزيرة الخارجية في تنوير لاجتماع مجلس الوزراء أمس حول زيارة وزير الدولة للشؤون الأفريقية السعودي السيد أحمد بن عبد العزيز الخطان، قالت أن الزيارة في غاية الأهمية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية. وكشف المهندس خالد عمر يوسف في تصريحات صحفية أن وزير الدولة للشؤون الأفريقية سيلتقي خلال هذه الزيارة كل من رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس السيادة ووزير الخارجية ووزير المالية، وأعرب عن عمله في انعكاس التعاون السياسي والاقتصادي قريبا على أرض الواقع. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 5 وفيات و26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الاثنين الماضي. وقالت الوزارة في تقريرها الوباء اليومي أن عدد حالات التعافي الجديدة بلغت 75، فيما ارتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة إلى 27,985 والوفيات إلى 1,863 والتعافي إلى 22,523. وأوضح التقرير أن 8 ولاية سجلت حالة إصابة جديدة من بينها الخرطوم والجزيرة وسنار وشمال دارفور. الخبر الأخير في النشرة: توفى 5 أشخاص وأصيب 20 آخرين بإصابات خطيرة في حادث مروري بطريق المرور السريع الخرطوم مدني بالقرب من غرية البطاحين ريف الحصة حصة. وبحسب تقرير المكتب الصحفي للشرطة فأن الحادث وقع بين عربتي هايس وأن الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة. استمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.